وإن الحق سبحانه وتعالى رفع قدره وعظم ذكره وفضله على الكائنات العلوية والسفلية، فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. هو صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورحم الله الإمام الحجة جلال الدين السيوطي رضي الله تعالى عنه، إذ بين في كتابه الخصائص الكبرى، وهذا كتاب عظيم ذو قدر نفيس في بيان منزلة ومكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عقد موازنة بين فضائل الأنبياء وما اختصهم الله تعالى به، حتى يعرف الواحد منا من هو النبي الذي ينتمي وينتسب إليه، والذي أعزه الله سبحانه وتعالى بأن جعله واحدا من أفراد هذه الأمة، حيث تمنى الأنبياء والرسل العظام أن يكونوا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خصهم الله بالمزايا والفضائل التي لم تكن لأحد سواهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال جمهور المفسرين في أن المراد بقوله تعالى ورفع بعضهم درجات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت كلمة درجات منكرة، والتنكير يفيد التعظيم والتبجيل. درجات، أيما درجات ومنازل، أيما منازل وفضائل لا تعادلها فضائل سواها. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.